السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل كيكة بطريقة سهلة جدا بدون زفارة أو بيض. كل ما هنحتاجه هو بسكوت ولبن، بس كده الكيكة، بس مكونين فقط. كل ما نحتاجه إن إحنا هنحتاج علبة بسكوت أولكر أو أي بسكوت عندك، ويفضل لو كان بالشوكولاتة عشان أنا هحط عليه معلقة كاكاو خام. وهنضيف اللبن لحد لما يكون معانا خليط متماسك كده، هندخله الفرن. تعالوا معانا هنشوف نعمل ايه. اول حاجة هنفضي علبة الاولكر دي، او لو كان عندك من البسكوت العلب الكبيرة هنحتاج 400 جرام بس. طريقة سهلة جدا للكيكة، هتديكي طعم مختلف عن الكيكة تماما. الناس اللي بتحبش زفارة الكيكة او البيض في الكيكة او كده، دي تتعمل ليهم وجميلة جدا. لو عندك اي مناسبة او جالك ضيف على غفلة، تقدر تعملي الكيكة دي. طريقة سهلة جدا وطعمها تحفة. احنا هنفرمه في الكبة الاول لحد لما نعمه جدا، وبعد كده هنضيف اللبن حبة حبة لحد لما يدينا خليط متماسك نعرف نحطه في الصينية بتاعة الفرن. ممكن تستخدمي اي بسكوت شاي او اي بسكوت بالشوكولاتة، فانا استخدمت بسكوت اولكر. انا استخدمت بسكوت سادة فانيليا. تمام، لو انتوا عندكم بسكوت بالشوكولاتة هيكون افضل علشان ما تستخدمش كاكاو خام، لكن ده انا هحط عليه معلقة كاكاو خام. هنحطه في الكبة، نبدأ نفرمه زي كده، نحطه في الكبة. بسم الله. هيكون معانا كده ناعم جدا. نحط في بولة،
كده هنخلص الكمية كلها بالطريقة دي. لازم البسكوت يكون ناعم جدا علشان يطلع معانا خليط ناعم كده يدوس كتل. لازم ننعمه جدا زي كده علشان ما يبقاش فيه كتل لما نيجي نخلط معاه اللبن، يكون سهل معانا في الخلط. هنخلص الكمية ونرجع لكم تاني. وكده نكون حطينا اخر شوية بالشربة. هنحط معلقة كاكاو خام هنحط معلقه كاكاو خام كبيره، نقلبها مع البسكوت. طبعا لو بسكوت بالشوكولاته هيغنينا عن ان احنا نحط معلقه كاكاو خام. هنبدا ننزل باللبن حبه حبه. علشان في انواع كتير من البسكوت طبعا زي ما احنا عارفين، وكل بسكوت له كمية محددة من اللبن يقدر يتشربها. فاحنا هنحط حبة حبة زي دقيق بالظبط. البسكوت عامل زي دقيق بالظبط، هنحط حبة حبة لحد لما يكون معنا الخليط متجانس زي الكيكة بالظبط. عايزين قوام زي قوام الكيكة بالظبط. في ناس تقول لي طيب مش محتاجين كبة ما دام احنا هنحط لبن كده كده البسكوت هيدوب في اللبن. لا، احنا محتاجين التكسير الناعم زي كده علشان يدينا قوام ناعم جدا زي قوام الكيكة، ما يصيرش فيه كده كتل او حاجات كده مش متجانسة مع بعض. وده القوام اللي انا عايزاه، وده القوام المظبوط. الخطوة التانية بقى هنجيب صينية اي مقاس انت عايزاه، طبعا في صغير في المتوسط في الكبير. انا هجيب الصغير علشان تدينا طبقة كبيرة كده سميكة. معانا الصينية دي، هي طبعا اصغر حجم في الصواني. نحط شوية زيت، ندهنهم كده، ندهن الصينية كويس جدا بالفرشة علشان الخليط ما يلزقش معانا وهو في الفرن. كده هينزل بالخليط. بسم الله. نجيب الاسباتيولا وننزلهم بيها كده. هنزل الخليط كله في الصينية. طبعا احنا هنكون مسخنين الفرن مسبقا على درجة حرارة 170. هنحطه في الرف في النص على الشبكة. نساوي الاطراف كده عشان تطلع معانا كيكة متساوية.
التخبيط ده بيساعد على ان الكيكة تكون متساوية في الصينية. هتكون في الفرن لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة هنطلعها وهنختبرها بعود خلة او بسن سكينة، هندخله في النص كده، لو طلع نظيف يبقى هتكون الكيكة معانا مستوية. لو طلع فيه اي حاجة كده ملزقة هنرجعها الفرن تاني. هنعمل كده ونرجع لكم تاني. تزيين الكيكة دي انا هقول لكم على طريقة، وكل واحد على ما يملك. يعني انت عندك مكونات تانية ممكن تزيني بها على طريقتك. انا هعمل لها جناش شوكولاتة، انت ممكن تجيبي شوكولاتة وتسيحيها وتحطيها فوقها، لكن انا هعمله في البيت. هنحتاج كوباية لبن كده، وهنحتاج كوباية زيت، وهنحتاج كوباية سكر، وهنحتاج نص كوباية كاكاو خام. كل ده في الخلاط وهنضربه مع بعض. شايفين القوام بقى تقيل ازاي؟ هو ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. هنحطه في التلاجة لحد لما الكيكة تطلع معانا. طعمه جميل جدا، التزموا بالمقادير علشان تطلع معاكم النتيجة زي كده. هنبدأ دلوقتي نعمل مع بعض الكريم شانتيه. انت ممكن تجيبي الكريم شانتيه سايب او كيس، الكيس ابو 8 جنيه ده. ممكن تجيبيه بالشوكولاتة او كريم شانتيه ابيض بالفانيليا وتحط عليه معلقة كاكاو خام. هنعمل مع بعض الكريم شانتيه. انا هستخدم كيس كريم شانتيه ده جاهز، ده مش هنحتاج نحط عليه سكر. انما اللي احنا بنشتريه فرد بيحتاج تحط عليه سكر. الكيس ده عامل 8 جنيه. هنحتاج معاه كوبايه الا ربع من اللبن المتلج او الميه المتلجه. تمام، هنحط شويه شويه، نبدا نخلط بالمضرب. ممكن لو ما عندكيش مضرب ممكن تستخدمي الخلاط، هيديكي نفس النتيجه. ممكن تستغني عن المضرب خالص، لو عندك مضرب يدوي هيديكي برضو نفس النتيجه، بس هتطويه شويه زي ما انا بعمل كده. يعني عندك حلول كتيره. ما تجيبيش ستة اللي مستحتوش دول.
وده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه في الكريمة زي كده. وده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه للكريمه. انت لو حابه الكريمه تكون فانيليا ما تحطيش عليها كاكاو او ما تجيبيش الشوكولاته، هاتي فانيليا. وبكده نكون عملنا التزيين بتاعنا، معانا الجناش بتاع الشوكولاته عملناه في البيت، محتاجناش ان احنا نجيب شوكولاته ونسيحها على حمام بخار. وعملنا الكريم شانتيه، فاضل بس هي تطلع من الفرن، هنسيبها تبرد شويه وبعد كده نزينها. وده شكل الكيكه بعد لما طلعناها، قعدت في الفرن حوالي 20 دقيقة بالظبط، سبناها تبرد شويه بعد كده هنزينها. انتي ممكن تكتفي بالطريقه دي بس، لكن لو عندك المكونات وعايزه تزينيها زينيها. انا عندي كريمه والجناش الشوكولاته عملناهم سوا هنسيبها تبرد شويه، اول ما تبرد هننزل بالكريمه دي الطبقه الثانيه. بسم الله. هنفرد الكريمة كويس جدا، زي ما انتم شايفين كده، نحاول نخلي الكريمة على قد ما نقدر متساوية في كل الجناب بتاعت الكيكة، كل الأطراف في كل الأطراف بتاعت الكيكة. انا حاولت اسويها على قد ما كده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة. هنمسح الاطراف كويس جدا، هنبدأ نقطعها. بسم الله.
نجربها مع بعض. ما شاء الله القطع طلعت زي ما هي. بسم الله. طعمها تحفة.